عيلة متكاملة السعادة بتتكون من نيك هوم، موظف في شركة تأمين وعمره ولا أخذ رشوة ولا اختلس لحسابه، ومراته ربة المنزل اللي عايشة بس عشان تخدم ولادها، وهم بريندن اللي عنده هواية الهوكي من وهو صغير وأول ما كبر شارك في فريق الولاية، ولوك اللي ملوش في الرياضة ومركز دايما في دراسته. حياة العيلة دي بتتغير رأسا على عقب بعد ما كانوا في قمة الحب والألفة، لحد ما هيتدمروا كلهم واحد ورا التاني في يوم بيحضر هم ماتش هوكي لابنه اللي بيأدي بشكل عالي جدا، وبيعرض على ابوه هم راجعين انه يسافر يحترف لعب الهوكي في كندا، ودي فرصة كبيرة جدا لازم يستغلها. واثناء ما هو بيتناقش مع ابوه بيلاحظ وجود عربيتين بيلفوا حوالين مكان معين، لكن العربيتين بيبعدوا اول ما بيشوفوهم، وفي نفس الوقت البنزين بتاع العربية بيخلص وبيضطروا انهم يروحوا اقرب بنزينة عشان يفولوا منها، لكن بيحصل اللي محدش بيكون متوقعه، وهو ان اصحاب العربيتين اللي كانوا بيلفوا حوالين المكان بيهجموا على اصحاب السوبر ماركت اللي في البنزينة واللي بيكون جواه بريندن، وبيقتلوا صاحب السوبر ماركت من غير اي سبب، وبيكون معاهم واحد اسمه جو بيقولوا له لو عايز يثبت ولاءه ليهم يقتل الواد اللي معاهم كمان عشان ما يبلغش عنهم، وبيكون شايفهم هيهم من بره وعايز يلحق ابنه باي شكل، لكن قبل ما يدخل المحل بيكون جو ذبح ابنه للاسف، وبيحاول هيوم انه يمسكه قبل ما يهرب لكنه ما بيقدرش عليه، وبيتضايق جو ان زمايله سابوه هربوا، ويا دوبك لسه بيبص وراه بيتفاجئ بعربيه بتشيله من على الاسفلت، وبيودي هيوم ابنه للمستشفى بسرعه عشان ينقذه لكنه بيموت، وبينهار هيوم ومراته بعد قتل ابنهم من غير اي سبب واللي كانوا بيفضلوه على لوك ابنهم التاني. بيتعرف هيوم على شكل جو في الاسم بعد ما قدرت الشرطه انها تمسكه، وبيتناقش مع المحامي بتاعه ان عاوز يحبس الواد ده مدى الحياه على الجريمه البشعه اللي هو عملها، لكنه بيتفاجئ ان المحامي بيقوله ان ده مش هيحصل لان ما كانش في حد في البنزينة يشهد معاه، وكمان البنزينة ما كانش فيها كاميرات مراقبة، يبقى كده ما فيش اي دليل غير شهادته هو والدم اللي لقوه على العربية اللي خبطته، وبكده جو مش هياخد اكتر من 3 سنين. وبيتصدم هيوم جدا بعد ما سمع المدة، ازاي واحد يقتل بدم بارد وما يقضيش اكتر من 3 سنين في السجن؟ وبيروح بعد كده هيوم للمحكمة وبتسأله القاضية عن ان جو هو اللي قتل ابنه ولا لا، لكنه بعد تفكير طويل بيقول القاضية ان الدنيا كانت ضلمة ساعتها وهو مش متأكد قوي اذا كان هو ولا لا، وطبعا من غير دليل المحكمة بتفرج عن جو، لكن ده اللي بيكون عايزه هيوم اللي بيبتدي يراقبه هو والعصابة بتاعته اللي بيفتخروا بيه قوي اول ما بيطلع لانه ما قضاش يوم واحد في السجن بعد جريمة قتل، لكنهم ما بيبقوش عارفين ايه اللي مستنيهم. بياخد هيوم السكينة من البيت بتاعه وبيروح للمكان اللي مستخبي فيه جو، وبيبتدي صراع بينهم بينتهي بقتل هيوم لجو وهربه بسرعة من المكان بعد ما اخد السكينة اللي قتلوا بيها ورماها في البحر. بيحاول هيوم انه يتخطى كل اللي حصل ويكمل حياته طبيعي بعد ما حدش ذكر اسمه في التحقيق، لكن العصابة بتاعه جو مش بينسوه، والزعيم بتاعهم بيكون مهتم انه يعرف مين اللي عمل كده في اخوه عشان ينتقم منه، لان جو يبقى اخو زعيم العصابة بيلي، وبيسأل البنت اللي كانت معاه في اليوم ده واللي بتقوله ان كان في واحد بيلف حوالين المكان لابس بدلة، وبعد التفكير ما بيلاقوش اي حد طبيعة لبسه بدل يعرفوه ولا حتى في العصابة التانية، لكن بيلي بيخمن انه ممكن يكون ابو الولد اللي جو قتله، وبعد ما بيسأل البنت اللي كانت معاه بتتعرف على صورته اللي موجودة في الجورنال كنعي لابنه، وبيبدأ الصراع بينهم وبين هيوم. بتروح المحققة لورانس لهيوم وبتقوله ان الشخص اللي كانوا فاكرينه قتل ابنك مات، وان الشرطة معتبرة القضية صراع بين العصابات وبعضها، وبتلاحظ لورانس وجود جرح في ايد هيوم، وده طبعا موجود من الخناقة بتاعته مع جو قبل ما يقتله. وبيخمن هيوم ان بكده العصابة بتاعته هيعرفوا هم كمان ان هو اللي قتله، وفعلا تخمينه بيطلع صح، وبمجرد ما بيطلع من الشركة بيتفاجئ بوجود واحد من العصابة بيمشي وراه وباقي زمايله مستخبيين، وبيطلع الشخص ده المسدس من جيبه وسط الشارع وبيكون على وشك انه يقتله، لكن هيوم بيلف بسرعة وبيخبط ايده وبيطلع يجري وبيحاول انه يلاقي اي مكان يهرب منه، لكن يهرب من مين؟ ده في جيش بيجري وراه وما بيلاقيش قدامه غير جراج عربيات. بيخبط في عربية بالغلط، لكن بيصلح غلطه بانه يخبط على باقي العربيات كلها في كل الادوار، وده هيشتت العصابة ويخليهم يتأخروا شوية لحد ما يشوف هيعمل ايه، لكن واحد منهم بيكون اذكى منه شويه وبيطلع من الباب الخلفي بتاع الجراج وبيتفاجئ بيه هيوم في وشه، وبيفضلوا الاثنين يضربوا في بعض وبيطلع هيوم كل غله فيه، وبيتعاركوا هما الاثنين جوه عربيه بيشغلها هيوم لحد ما يقرب من السطح وبينط منها، وبتترمي العربيه من مكان عالي جدا للارض، وبيموت شخص جديد من عصابه بيلي. بيهرب هيوم بالعربيه قبل ما العصابه يمسكوه، وبتوصل الشرطه متاخر وبتجمع اي ادله في المكان، لكن لحظ هيوم الوحش بتقع المحفظه بتاعته مش في ايد الشرطه ولا حاجه، لكنها بتقع في ايد بيلي اللي بيبعت واحد من رجالته للشركة اللي بيشتغل فيها هيوم، وبيسلم له صندوق كبير قصاد الناس كلها في صورة عيلة هيوم ومشطوب عليهم بالدم، وده يعتبر تهديد ليه بعد ما قتل زميلهم، وبيكون مكتوب في ظهر الكارت رقم تليفون يتصل بيه. بيلاقي بيلي بيقوله انه مش هيكتفي بقتله هو بس وهيبدأ في قتل عيلته الاول، وده طبعا بيجنن هيوم
وبيخليه يتصل بالمحققة لورنس عشان تروح البيت بسرعة قبل ما العصابة يوصلوا لعيلته، وبيسوق هيوم بأقصى ما عنده. وبيرجع البيت بيلاقي الشرطة موجودة وعيلته كلهم بخير. بتحاول المحققة لورنس انها تعرف منه ايه اللي عمله بالظبط عشان تحاول تساعده، لكنه بيخبي عليها. بس هي بتعمل احتياطاتها وبتسيب عساكر امن قصاد البيت بتاعه. ما بيغمضش اللي هيوم جفن لان طبعا عيلته في خطر، وبيقضي طول الليل على سلم البيت. واللي بيعمل حسابه بيلاقيه لما بيسمع صوت كلاكس عربية باستمرار. اول ما بيفتح الشباك بيلاقي العساكر مدبوحين، وهنا بيعرف ان رجالة بيلي جم. وفعلا اول ما بيلف بيلاقي اول واحد منهم، وبيحاول هيوم انه يتخلص منه، والتاني كمان دخل عليه. وطبعا هيوم مش هيقدر عليهم هما الاتنين، لكن شجاعته بتخليه عافر للاخر. لكن للاسف ما بيطلعوش اتنين بس، دول عصابه كبيره بيجيبوا مراته وابنه وبيقتلوهم هما الاتنين قدام عينه. وبيحاول هيوم انه ينقذهم، لكنه بينضرب بالرصاص هو كمان. وبينتقم بيلي من هيوم وعيلته بعد ما مات اخوه جو. بيفوق هيوم من غيبوبه طويله، واول وش بيلاقيه قدامه هو وش المحققه اللي بتقوله ان الدكاتره مش عارفين هو نجا ازاي من الحادثه، وبتعرف منه ان هو اللي قتل الاتنين اللي من العصابه. وبتقوله كمان ان مراته توفت وان ابنه في العنايه المركزه بين الحياه والموت. وبيقوم هيوم من على السرير بسرعه اول ما بيعرف ان ابنه لسه عايش، وبيبكي قدامه لانه ما قدرش يحافظ عليه ولا على امه، وبيحمل نفسه الذنب في موتهم كلهم. ومن اللحظه دي كان هيوم اتغير 90 درجه بعد موت ابنه. فبعد دمار باقي العيله هيوم بيتغير 180 درجه. بيهرب هيوم من المستشفى وبيروح البنك ياخد كل مدخراته، وبيتصل بواحد زميله يستعلم له عن الرقم اللي اتصل منه بيلي، وبيعرف انه رقم حانة اسمها الورود الاربعة. بيروحها وبيدور على اي حد يعرف بيلي، وبيسأل واحد من اللي شغالين هناك، لكنه بيعمل نفسه بيتكلم لغة تانية وما بيتكلمش انجليزي. لكن هيوم ما بيهزرش وبيضرب كل اللي في الحانة، لحد ما بيعرف منه ان بيلي بيقعد مع واحد اسمه هيكو في شقة في اخر المجمع. بيتعاطوا مع بعض مخدرات، وبيسألوا هيوم عن مكان يشتري منه سلاح. لكن لحظه الوحش بيصادف انه يروح يشتري سلاح من ابو بيلي ذات نفسه اللي عايز السلاح اصلا عشان يقتل ابنه بيه. وبعد ما بيختار اسلحة كتير جدا وبيدفع ثمنها وبيمشي، بيثبته ابو بيلي لانه عايز يقتل ابنه. لكن بيتفاجئ هيوم بانه بيسيبه فجأة ومش معارض اصلا انه يقتل ابنه، وبيقوله انه لو قتله يبقى عمل فيه معروف. وبيتعلم هيوم بعد كده ازاي يستخدم الاسلحة، لانه راجل طول عمره عايش سلمي. بيوصل هيوم الشقة بتاعت هيكو واللي المفروض بيلي يكون موجود فيها هو كمان، وبيقف قدام الباب ولسه هيخبط عليه. بيفتكر انه مبقاش هيوم القديم خلاص، وبيفرتك الباب برصاصة واحدة بس من البندقية. مش بيلاقي في الشقة غير واحد بس من العصابة، بيفضل يضرب فيه لحد ما بيقول على مكان بيلي انه موجود في مستشفى مهجورة وبيديله عنوانها. وبيخليه بعد كده يتصل بيه ويقوله ان هيوم حكم عليه بالإعدام، وطبعا مقصود بيها باقي العصابة، وده نفس اللي عمله معاه بيلي اللي بيحاول يفهم منه أكتر عشان يلحقه. لكنه بيسمع صوت ضرب النار، وبيعرف بعدها إن هيوم جاي وراهم كلهم. بيجمع بيلي كل اللي يخصه وبيهرب، لكنه بيقابل أبوه اللي بيقوله إنه ما باعوش ولا حاجة وإنه لسه ابنه ولازم يهرب قبل ما الراجل اللي بيدور عليه ده يلاقيه. لكن بيلي ما عندوش قلب أصلا وبيقتل أبوه عشان ياخد العربية بتاعته، وبيسيبه ويمشي عادي ولا كأنه عمل حاجة. بيوصل هيوم المستشفى المهجورة اللي هم مستخبيين فيها، وبيلمح هيوم واحد منهم واقف على البوابة وبيسوق العربية بأقصى سرعة عنده، وبيكسر البوابة وبيدمر العربية اللي الراجل فيها، وبيقدر انه يخش المكان بسهولة. لكن باقي العصابة بيسمعوا صوته وبيخرجوا عشان يقتلوه، واول واحد بيطارده بيقطع له هيوم رجله بطلقة واحدة بس من البندقية اللي واضح انها خارقة، وبعد كده بيقتله. وبيطارده بعدها واحد ورا التاني ورا التالت، وبيحاول هيوم بكل ما عنده انه يقتلهم كلهم زي ما وعد بيلي. اللي بيوصل وبينضم لزمايله هو كمان عشان يقتلوا هيوم، اللي بيستخبى في الضلمه وبيبتدي يقتلهم واحد ورا التاني، لحد ما بيروح لاوضه مكشوفه بيدخل منها بيلي، وبيفضلوا يضربوا هما الاتنين على بعض لحد ما الاتنين بيتصابوا ويقعدوا على كرسي واحد جنب بعض محتضرين وسلاحهم خلصان. لكن هيوم بيقتله في الاخر بالمسدس التالت اللي معاه، وهنا بيطلع اهميه الاسلحه الكتير اللي اشتراها. وبكده يكون خلص على العصابه كلها واحد واحد زي ما وعده. على الرغم من انه راجل كبير، لكن احيانا في مواقف بتغير الانسان وبتقويه. وبينتهي الفيلم بعد ما بيرجع هيوم بيته، وبتوصل الشرطه وبيتفاجئوا انه مش بيقاوم ولا حاجه، ده بيتفرج على التلفزيون. وبتقول المحققه ان ابنه بدا يتحرك وبنسبه كبيره هيعيش، وبيفضل هيوم انه يحتضر وهو بيتفرج على عيلته اللي ماتوا قصاد عينيه بعد ما اتغيرت حياته 180 درجه من اب صالح يرعى اهل بيته لمجرم مقاتل عصابات. لو عجبك الفيلم دوس لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وسيب لنا رايك في الكومنتات، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. مع السلامه.